بطولة جديدة ينتظرها عشاق الزمالك بشغف، الملايين ينتظرون يترقبون على أحر من الجمر تتويجاً جديداً للفارس الأبيض في الموسم الجاري الذي شاءت الأقدار أن ينافس فيه الزمالك على 3 ألقاب محلية، وما زال للحديث بقية. بتتويجه بلقب دوري الموسم الماضي ضمن الزمالك المشاركة في كأس السوبر المصري، وفي الموسم الحالي ينافس الزمالك على لقبي الدوري والكأس، بالإضافة إلى بطولة الكأس الموسم الماضي والتي وصل فيها الزمالك إلى النهائي. في ضربة بداية الزمالك في بطولة كأس مصر للموسم الجاري سيخوض الفارس الأبيض مواجهة غاية في الأهمية وبدون لاعيبة الدوليين أمام الدخلية، في مباراة يحلم جمهور الزمالك فيها بتحقيق الانتصار حتى يستمر في مغامراته نحو الألقاب. ويدرك البرتغالي فيريرا أهمية عبور لقاء الدخلية قبل لقاء القمة، كما أنه يعلم أن خياراته في هذه المباراة إجبارية بسبب الارتباطات الدولية، لكنه أيضاً يعلم جيداً أن جمهور الزمالك يحلم بلقب جديد ويحلم معهم فيريرا بالتتويج، لأنه وقبل 7 سنوات كان البرتغالي هو كلمة السر في التتويج بالثنائيات.